غدا يعني المصرفيات كثر، يعني بقى عندنا في القطاع المصرفي المصري بالذات والعربي الحقيقة، ستات بيوصلوا لأعلى مستوى ولا أقل سنة من أعلى مستوى؟ يعني معرفش، أنا عمالة أفكر كده بشوف على رؤساء البنوك مش لاقية رئيسة بنك، أو لا يمكن أنا معرفش، لا قولي لي. في لا في حضرتك، وفي كمان كان في نائب محافظ أسوال، كان في كان نائب في محافظ الأستاذة لبنى مركزي. نولا، وكان في تمام، رؤساء. بس احنا ما بنوصلش للمحافظ، ما بنوصلش مثلا رئيس البنك الاهلي سيده، او رئيس بنك مصر إن شاء سيده، مع الله احترامنا إن شاء الله وحبنا للموجودين طبعا. يعني، لكن مثلا رئيس مثلا السي اي بي برضو ما فيهوش، يس. حتى القطاع الخاص. لا بس في بنوك حضرتك فيها رؤساء، يعني الله يرحمها كانت فاطمه طبعا كانت رئيسة بنك، يعني نعم في لا طبعا. في. وبعدين القطاع المصرفي، هقول لحضرتك على حاجة، القطاع المصرفي بالذات مختلف عن القطاعات الأخرى. يعني أنا طول عمري فخورة إن القطاع المصرفي لا في سيدات كتير جدا، ما فيش حاجة اسمها إن الغالبية العظمى رجالة أو ستات، بس فعلا زي ما حضرتك بتقولي إن هي في القيادات بس النسبة بتزيد. يعني هي النسبة قبل كده كانت أقل بس كانت موجودة، وكانوا سيدات كلهم محترمات جدا جدا. لا يعني قوي جدا، ما فيش سيدة مصرفية ضعيفة. ده حقيقي، يعني ده ما حقيقي. شفتهاش في حياتي. أنا طول عمري، أنا بقالي أكتر من 30 سنة بشتغل في القطاع المصرفي، ما فيش سيدة مصرفية شفتها ضعيفة في القطاع الخاص أو في القطاع العام. بمعنى يعني خلينا بس نعرف ضعيفة، هي قوية بعلمها بالظبط وكفاءتها بالظبط وتأثيرها بالظبط. المصرفية. هل بتحسي ان انت كسيدة مصرفية، ويمكن ده سؤال للكل، سيدة مصرفية بتضطري تعملي مجهود اكبر من الرجال لانك عايزة نفس القصة بتاعتنا كلنا، انا عايزة اثبت نفسي فلازم اعمل مجهود اكبر؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا كمصرفيات اعتقد غالبيتنا ما بنتكلمش على راجل وست، صحيح، بنعتبر نفسنا بانكرز، ما بانكرز. بنقولش بالظبط، ما بنجيبش سيره الراجل انا والست دي بعتبر خالص. نفسي مذيعه برضو صحفيه، مظبوط بالظبط فبالتالي صحفي او صحفيه، ما بالظبط. عم جورنالست يعني يعني. ما بنفكرش في الحكايه دي غير لما نتحط في مواجهه لسؤال زي ده اللي هو ايه ده، فابتدي اراجع نفسي، هو انا اضطريت في يوم من الايام ان انا اعمل كده علشان كده؟ حقيقه يمكن انا ظروفي كانت سمحت لي الحمد لله ان انا ما اتحطش في موقف زي ده، غير يمكن ان حد مره يقول لي انت بتشتغلي ليه، بس يمكن كان كلامه على اساس ان انا صغيره، على اساس ان انا مش محتاج، يعني ما اعرفش، ما فهمتش، بس ما اتحطتش في موقف ان انا راجل فضلوه عني، ما اتحط الحمد لله ما حصلت ليش. شفت ناس بيتكلموا على الموضوع دوت، بس ما حسيتش ان هو قوي قوي زي ما هو في مجالات تانية. يعني في مجالات تانية القطاع المصرفي ربما النظرة للمرأة مختلفة، بس هل في التعيين وانتوا من الصغيرين بقى، لان برضو بعض الصغيرين بيشتكوا بيقولوا بيفضلوا الولاد عن البنات عشان البنت هتتجوز هتخلف، فبالتالي نفضل ان احنا مثلا في البنوك نعين الولد اكتر. انا سمعت الكلمة دي وانا جاية اشتغل، ومش هذكر اي حاجة ديتيلز يعني، بس احد رؤساء البنوك زمان، انا كنت طفلة صغيرة، فبيقول لي ما تيجي تشتغلي معانا، فقلت له هو حضرتك رئيس بنك ايه؟ كنت فعلا صغيره جدا يعني، وكنت يعني عارف حضرتك الواحد وهو صغير بيبقى متهور شويه. فقال لي البنك الفلاني، فقلت له لا حضرتك رئيس مجلس اداره البنك عندكم ما بيحبش البنات عشان كذا كذا كذا. بعدها بثلاث سنين السي في بتاعي كان قدامه، وبعدين قال لي ها يا ست غاده، فقلت له حضرتك انا يعني عاوز اقول له مش عارفه اقول لك ايه. اتحطيت في موقف زي ده قبل كده، ان انا فعلا في احد رؤساء البنوك قال ان هو مش عاوز يعين مات، بس انا اعتقد ان هو كان بيتكلم يمكن بصفه شخصيه، يمكن شايف ان انا ممكن ابقى دلوع، اي دونت نو، ما اعرفش هل هو حكم عليا انا، لان ويمكن دي فكرته الله اعلم، بس مش دي الغالبيه العظمى.